منحييكم من جديد مستمعينا، على أمل أنكم تكونوا عم تستمتعوا معنا. وصلنا هلأ لفقرة الستات بحبوها، وأنا عم شوف وليد ما بعرف الرجال صارين بيهتموا مثلهم مثل الستات 100%. شو رأيك؟ إيه أنه اليوم الكل بهيك صار الاعتناء بالمظهر الخارجي، صار من هيك له أولوية بالحياة، مع احترامنا للمضمون وللثقافة وكل بين الأساس. أكيد المضمون بس مهم، بس كمان الشكل له تأثير كتير كبير، وخصوص اليوم الرجال يعني عم شوف الرجال عم يعطوا رأيهم يعني بكترة. يعني بس تكون حدا على التلفزيون بيقولوا تيابه هون، حتى بعلقوا على الأحذية. هو دايما رأي الرجال إذا بتلاحظي بيبقى كتير صائب بالمرأة أكتر من المرأة للمرأة، أنا هيك بحس كله بيزبط. وحتى المرأة هي بهمها أكتر رأي الرجال. طبعاً. تعرف شغلة، نحن بهمنا رأي سارة مرتضى يلي هي خبيرة بهالموضوع. بدنا نقلك مساء الخير سارة. مساء النور، كيفك؟ ماشي الحال. جاهزة سارة هيك معك زوادة حرزانة تخبرين عنا اليوم؟ أكيد. شو بدك تحكينا اليوم؟ اليوم بدنا نحكي عن لوك نوال الزغبي بستار أكاديمي، لأنه نوال هي أول فنانة بتطلع بأربع لوك بستار أكاديمي، مش بثلاثة، كلهم سبقوها على ثلاثة لوكس إلا هي طلعت بأربعة، فسبقت الكل على هالخطوة. نعم. نوال طلعت بثلاث فساتين وبلوك شورت مع قميص وجاكيت. أول فستان كان كتير كلاسيك أسود، بس كان خيارها كتير ناجح. هو الأربع فساتين هن من إلي سعد، بس بأول فستان كان خيارها ناجح لأنه لبست هذا الفستان الكلاسيك الطويل، لأنه عم بتكرم كانت وديعة الصافة بغنية، فكان كتير تام الفستان لابق مع الهدف يلي نوال غنت كرماله. وتاني لوك كان فستان من البايات كمان من إلي سعد. نوال مش أول مرة تلبس بايات، عطول منشوفها بلوك بايات. كان أسود كمان، الشوز كانت بايات، وشعرها مفلوت كالعادة لونه الأشقر اللي كتير قوي. وثالث لوك يلي هو كان شوي غير عن أسلوب نوال، لأنه قليل ما نشوف نوال بشورت نحنا، فكمان لبست شورت مع قميص بلون الأزرق الفاتح من درجات الباستيل، مع جاكيت كلها كمان من البايات. وآخر لوك كان فستان باللون الأصفر كمان من إلي سعد، بس هذا الأسلوب كثير صرنا شايفين نوال فيه، مش أول مرة منشوفها بهيك ستيل فساتين. بس إجمالا كانوا طلعتها متناسقة مع بعضها وكان لوك حلو. شعراتها شوي ما كثير غيرت فيهم، لأنه هذا لوك نوال وما عم تجرب تبعد عنه. نحنا نسألها ليش شرت تتغير شوي باللوك تبعها، وبدي أسألكم إذا أنتوا حبيتوا اللوكس. أنا حبيت صراحة. هلأ إذا بدك تسألينا أكتر واحد حبيته يمكن الأزرق، ما بعرف، يمكن هي كانت الإطلالة الثانية بالأزرق إذا ماني غلطانة، ما بعرف. صحيح صحيح، الإطلالة الثانية بالأزرق، وأنا كمان حبيت الأزرق أكتر شيء. بس بدي أقول شغلي سارة، أنه نوال هي أكتر وحدة عرفت أنها بتغير لوكيت، فما بعرف قدي صائب أنك تقولي أنت أنه بندعيها لنغير تغير اللوك. يمكن هذه المرة سائبت أنه ثلاث إطلالات تقريبا كانوا شعراتها نفس الشيء. شو رأيك؟ نوال منشوفها بكريباتها بتغير لوكيت، بس على المسرح نوال كتير إطلالاتها بتشبه بعضها. لا أنا بدي أعلق على شغلة، أنا يمكن نوال هلأ عم تطلع بالشعر الأشقر الليس، بتحب تحفز الناس يعني يحفظوا هيدي الإطلالة ومن بعدها بتغير. يعني نوال بتعتمد إطلالة وبتركز عليها فترة وبترجع بتغير تنحفظها تتدخل على يمكن على ذاكرتنا نضلنا حافظينها. أنا هيك بعتقد. أصلا دايما نوال كمان بتعتمد الميك أب الناعم كتير يعني، والألوان يمكن الترابية. صح. ما هيك سارة؟ هي مزبوط، ميك أبها كان كتير ناعم. بس تعليقا على اللي قلتي انه نوال بتحفز شكلها للعالم، مزبوط. دي فترة نوال درجت الشينيون وضلت على فترة تعملها وكل العالم عملت الشينيون وراها. صح. كمان إطلالة هيلدا خليفي كانت لافتة بستار أكاديمي بالحفل، لازم نحكي عنها لأنه فعلا إطلالات عم بيكونوا حلوين لهيلدا. مزبوط، هيلدا كانت مبارح عم بتشع على المسرح، هيلدا كل جمعة مفاجئنا بلوكيت حلوة. امبارح لبست فستان، مش امبارح سارة، الخميس الماضي قصدك. صح، الخميس الماضي شعرت بفستان باللون النيلي من تصميم أميليو بوتشي، بس في حدا سبقها لهيلدا عليه قبل اللي هو إما روبرتس، بس لبسته باللون الأسود. بس على كل الأحوال كتير لبق لها اللوك لهيلدا، وكانت
ملكي على المسرح مثل يمكن العادة. هو كمان ميز الفستان لونه، انه لون النيل كتير كتير بيطلع حلو على صح الكاميرا، ما هيك؟ مظبوط، ولبق لهيلدا، كان كتير لبق لهيلدا، وانا عيونها حبيت هيلدا شعراتها كيف كانت عاملتهم مع الفستان الريترو. مظبوط، شعرها والميك اب تبع هيلدا. هيلدا ما بتعمل ميك اب قوي، بس بنفس الوقت منه ناعم وكتير بيلبق لها. قوية الألوان يمكن على عيونها، يعني اللون كان واضح. مظبوط، أوكي سارة مرتضى محررة الموضة وطبعا الستايلست، شكرا جزيلا على هيدا التقييم وعلى هالمداخلة. بنلتقى فيكن الله راد الأسبوع المقبل بنفس الموعد. ميرسي إلكم، ميرسي باي. سارة، باي باي. متابعين نحن وياكم جالا شو، واهلا وسهلا بكل المستمعين اللي انضموا لنا بهالاوقات. بننتقل نحن وياكم لنقوم بجوله سريعه على ابرز خبرين اخترناهم انا ورين لنقدم لكم اياهم بجولتنا على الاخبار الفنيه بلبنان وبالعالم. البدايه رح بتكون مع رامي عياش. شو برامي؟ رامي هو كان ضيفنا الحلقه الماضيه، نحن بنحبه كثير، بس بدي اخبر شيء عنه، شيء كتير جديد. الفنان رامي عياش عم يستعد للمشاركه باول تجربه سينمائيه لإله قريبا جدا، من خلال فيلم كتبته كلوديا مارشليان، ورح يبدا التصوير خلال شهر اذار المقبل بلبنان. بس لحديت هلا ما قرروا اسم الفنانه اللي رح تشاركوا البطوله، ممكن تكون لبنانيه وليد، ممكن تكون مصريه، بعد ما قرروا. والملفت انه قصه الفيلم ما لها اي علاقه برامي عياش الفنان. اوكي، وهيدا اكثر شيء جذبه للعمل، اللي بيجمع بين الحركه والرومانسيه، بالاضافه للرساله العميقه اللي بيحتوي عليها الفيلم. طبعا طبعا انا حابب شوفه لرامي عم يمثل، لانه حتى بالفيديو كليبات تبعوله عنده هيدي القدره عفوية. التمثيليه والعفويه، سو اكيد كلنا ناطرينه لنشوفه بهالفيلم المنتظر واللي بنتمنى له النجاح. هلا اذا في كاستنج بعد ما خلصوا بركي معمول كاستنج لبناني، بنرشح هيك. لا اذا بدهم لبنانيه بحكي لبناني، بدهم مصريه بنحكي مصري. طيب يلا، عم بمزح مع داي على الهواء. عم بمزح. انت 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 الي قلبك، الي قلبك الي يا بنتي، انت انت الي قلبك الي قلبك الي. ورديه ورديه والله لا خلي ايامك، ورديه لبيكي لبيكي ما في قاوم هالقد نعوميه، رح خلي ايامك غزل داين ضرب فينا المازل، رح خلي ايامك غزل داين ضرب فينا المازل، وتراعين شفاف العسل حتى نعمل صبحين. من رامي عياش لك لوين ما نطلع عن جاستن بيبر. جاستن بيبر على ما يبدو انه صار اخذ عقول الصبايا وخصوصي المراهقين والمراهقات، واليوم صار عم بيأثر مش بس بالمراهقين والمراهقات، كمان بالناضجين. لانه على ما يبدو في معجب بجاستن بيبر عمره 33 سنه، انفق حوالي $100,000 امريكي بهدف اجراء عمليه جراحيه تجميليه بوجهه ليصير شبيه بهالنجم المراهق، وخضع هيدا المهووس اللي عمره 33 سنه لجراحه بدقنه ووجهه بشفونه. كمان قام بعده عمليات زرع شعر، تقريبا هيك قدرت كلفتها لعمليه زرع شعر بس لوحده ب $21,000. وقال المهووس انه كل اللي حواليه اعتقدوا انه مجنون. ايه شو ممكن تقولي عن هيك شخص؟ انت مثلا انت مهووس يعني، وفعلا بيخص له مجنون لانه اقدم على هيك خطوه ولانه اهتم بالتفاصيل الصغيره. يعني مينيموم تقولوا عن انه هلا حلو بده يتشبه بحدا، بيروح بيتشبه بجاستن بيبر مثلا. قلة نجوم حلوين بهوليوود يعمل مش متنون. بس هيك بعدين عمره 33 سنه، ايه؟ مفروض هو يوعي المراهقين، صار هو بيلحق المراهقين يعني. مثلا اكيد خالص. ميرسي. Bigger, better, stronger, power.
متابعين نحن وياكم ونوصل الى القسم الاخير من جالا شو وتحديدا الى جالا ومش جالا. لمين بنقول هذا الاسبوع جالا ولمين بدنا نقول مش جالا؟ بنستعرض نحن وياكم سوا هالفقره. البدايه منقول مش جالا، عاده منبلش بالجالا يعني. اليوم مش جالا كثير مش جالا. ايه بتعرف شغله قبل ما تبلش وليد سو. في ناس صاروا يقولوا لي على تويتر شو بتخافوا ما بتقولوا مش جالا، بدكم ما تزعلوا. ما هي مش قصه انه نقول اكثر مش جالا او جالا، وقت نشوف شيء حلو رح نقول صح. واذا شفنا شيء ما حبيناه كمان رح نقول يعني بالنهايه. وطبعا ما بدنا شو رايهم يجوا يزعوا محلنا مثلا؟ لا فيهم يعطونا رايهم. لا حلو واحد يعطي رايه، حلو نسمع يعني اراء. طيب البداية بدنا نقول مش جلا للعديد من مراسلين نشرات الأخبار نتيجة وقوعهم بأخطاء لغوية شائعة أقل ما يمكن أنه يكونوا بيعرفها مراسل الأخبار خلال تغطيتهم لوصول محرري أعزاز إلى مطار بيروت. بعتقد أنه اليوم مني بحاجة لدورات مكثفة باللغة، لأنه من المعيب جدا مراسل الأخبار مثلا يطلع بدل ما يقول أخيرا يقول مؤخرا، وبيعرفوا أنه هذه الكلمة لا تجوز كتير باللغة العربية. هذه عم بعطيك مثلا كتير بسيط، عدا عن أخطاء القواعد، المفعول يرفع والفاعل ينصب، عرفتي؟ مش مقبول، عرفتي؟ ما في شيء ببرر إنه تقع بهيك أخطاء. عدي أو حكوا دارج، يحكوا دارج، نحن نفهم مع بعض. يسكنوا أو يسكنوا طيب هربوا. تعرف نحن وقت نكون عم ناخد دورات بيقولولنا سكنوا أكتر شيء إذا تلبكتوا يعني. بدنا نقول جالا كتير كبيرة للإعلامي توني بارود يلي خصص حلقة خاصة عن سرطان الثدي من خلال استضافته لنجوم اختبروا هالمحنة وتغلبوا عليها. وطبعا ما فينا انسى يعني رأي شخصي الإعلامية ليان أندراوس يلي بعدها بتضحك وما تغير شيء، يعني ما منحس انه كان عندها مرض وكانت عم بتمر بظروف جدا صعبة. بدنا نقول لها الله يقويك أكتر ومنحبك كتير من وجهة تحية. منقول جلا لتسليم المصطنع بنشرة أخبار الـ LBC. نحن شفنا هيك الريلوكينج لنشرة الأخبار كتير حلو، ديجا حكينا بهديك الحلقة أنه أداء حلو، بس ما حبيت كيف عم بيسلموا بعضهم، يعني عم بيّن كتير عفوية ومصطنعة. يعني مذيعة النشرة الاقتصادية عم بتسلم تبع مذيعة نشرة الأخبار رفاديا دقماء، بتقول لها أنه وكيف رح بيكون طقس بكرة، عرفت؟ أنه حظورة يعني مثلا أنه لا في طريقة معينة، عرفتي؟ يعني فيك تصطنع، بيعلموها بالتلفزيونات كيف فيك تكوني عفوية، كيف العفوية تكون مقاونة، عرفتي؟ لا بعدها جديدة، بكرة بيتعودوا على بعض. بس لازم يدربوهم هيك شوي على هيد القصة، كيف يعطوا باس لبعضهم. أكيد المحترف فيهم بهيدا الموضوع هو بسام أبو زيد، لأكتر واحد هيك بتحسيه عن جد مهضوم مع أنه جدي بنفس الوقت. طيب عنده خبرة كتير كبيرة كمان يعني. أوكي أوكي. بدنا نقول جالا للأغنية الجديدة لنقول القصة فيك الشفة، وهي من ألحان وتوزيع بلال الزين. أغنية رائعة للفنان قول القصة، طبعا من وجه له تحية كتير كبيرة ومنسمعها سوا. فيك الشفة يا قلبي ارتاح، يلي كان يخونك راح، اليوم رايح صدقني حياتك ما فيها جراح. فيك الشفة يا قلبي ارتاح، يلي كان يخونك راح، اليوم رايح صدقني حياتك ما فيها جراح. حقك يا قلبي علي سلمتك بإيدي، لقلب على طول معود يجرح غيره يرتاح. حقك يا قلبي علي سلمتك بإيدي، لقلب على طول معود يجرح غيره يرتاح. فيك الشفاء يا قلبي ارتاح. منقول مش جلا لارتفاع صفيحة البنزين 100 ليرة، وكأنه لا يكفي المواطن اللبناني هم وغم. انه عرفتي انه شي بيعصب بصراحة. هلأ بما انك عم تحكي عن هالموضوع انا كمان بدي احكي، بدي اقول مش جلا لأهمية البلدية الدكواني
العمل على تظبيط الحفر. بتعرف شو بيقهرني؟ انه الحفر ليه ببينوا اكتر اول ما يبلشوا المدارس، تبلش عجقة السير؟ شو القصة؟ ما بعرف والله. هلأ ليك، من بعد ما شفت هيدا الخندق، هيدا مش حفرة هون قدامنا نحن هون على الفريوي، أنا مكتبي دغري بتشوفي وين نحن ليه عم نحكي، بسمع تلبيد السيارات يا حرام، تتكسر السيارة بتنزل ما بتقول تطلع. هلأ حاطين مثل حاجز هيك أورانج، هولي بيفصلوا فيهن عرفتي الأماكن الخاصة، أنه مش مسموح، صار لها ثلاث جماع والقلبي سي عملت ريبورتاج عنه وبعدهم تركينا. أنت عارف أنه مرة عملوا بلبنان ملكة جمال الجوار؟ عنجد؟ ايه صار في جمال للجوار كمان. بدنا نقول جلال للفنانة رزان مغربي اللي رح بتصير ماما، وهي هلأ بشهر الخامس بعد زواج تكتمت عليه، كان زواج سري مع انه هي بتقول ما انه زواج سري لانه تم بحضور اهله واهلها، بس على ما يبدو انه لا حبلي ورح تخلف. بس اكيد المستمعين عم يتساءلوا مين البي؟ البي هو اللي ظهر معها بهيدا الفيلم. نعم. ايه هو مصري. ايه اوكي اوكي، ما عندك معلومات اكثر؟ ما فينا نوضح اكثر. ميرسي كثير. بدي أقول جلالة جابرييل يمين على صراحته لما قالوا له عن دوره بمسرحية مجنون أنه مش كتير كان متقن دوره، كان جوابه ممكن، يعني هو استاذ كتير كبير صح، يعني يقول ممكن مش أنه يشارع. أنا كتير حبيت هذا، قمة التواضع، لأنه أنا حضرت المسرحية وشفت قديش دوره متقن على المسرح، وقال أنه دوره تعبه 100% لأنه متعب دوره، كان معقد شوي صح. آخر مش جلاء رح منقولها لجورعد، مزين الشعر جورعد اللي منحترم موهبته بتزيين الشعر وتصفيف الشعر، لكن ما قدرنا نتقبله كفنان أبدا، يعني ما قدرت حتى. هلا الغنية ممكن تقطع نسمعها، بس نشوف الفيديو كليب وعجقة الألوان واللوكات، يعني شيء ما كتير ظابط. هلا لوكو لجو دايما هيك على فكرة، مش لأن عم بغني. هو هيك على الطبيعة. ايه دايما بالحياة العادية دايما هيك بيرقص. حبيت اللوك. هلا اللوك مبالغ فيه شوي. شوي شوي كثير. مستمعينا وصلت حلقتنا للأسف للختام، على أمل أنكم تكونوا استمتعتوا. كان رأيكم مثل رأينا بجلا ومش جلا، لأنه أكيد مش كل الناس وليد رح يكون رأيهم معنا، في ناس يمكن بغلطونا بمحلات، شو قولك؟ أكيد أنه كل واحد بالنهاية عنده رأيه، كل واحد بيعبر عن رأيه، ونحن مسابق أنه عندنا منبر منعبر فيه عن رأينا وبحكم اختصاصنا، يمكن رأينا يوصل أكتر ويأثر أكتر بالناس. لا هلأ كمان أنت عندك خبرة، يعني بيكون عندك نظرة أنه إذا بديك أوكي. وأنا كمان يمكن عندي نظرة متواضعة يسمحوا لي فيها، فمنعترف. هو كل إنسان عنده نظرة بالنهاية، سواء كان عنده خبرة ولا لا، المهم أنه الإنسان يكون مسؤول عن الكلمة اللي بيقولها ويعد للعشرة قبل ما يقول كلمته يعطي رأيه بالناس. لك مش غلط واحد يعطي رأيه بس ما يجرح بالناس. أنا هيدا رأيي، ما بعرف 100%. اللقاء بيتجدد أي متى؟ الخميس الساعة 5، والإعادة بتكون الجمعة الساعة 1. أوكي، شكرا لكل المستمعين، نلتقى فيكم الله راد الأسبوع المقبل. كان معكم من وراء الميكروفون، وإن شاء الله اللي كانوا بالسيارات يكونوا وصلوا عبيوت. كان معكم من وراء الميكروفون رين سبتي ووليد فريجي، إعدادا وتقديما طبعا. إلى اللقاء.